وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نورمين هنو، والنهارده ان شاء الله نعمل حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون تارت شوكولاته بالكزبره، وتاني حاجه هنعملها هتكون بودنج بالباتر سكوتش. دلوقتي نطلع فاصل ونعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول حلو في حلقتنا النهارده اللي هو تارت الشوكولاته بالكزبره، ومقادير التارت هتكون 2 كوب بسكوت مطحون، نص كوب بندق محمص ومطحون، و50 جرام زبده مذابه. بالنسبه لحشو الشوكولاته هيكون عباره عن 300 جرام شوكولاته داكنه، 350 جرام لبن، 400 جرام كريمه، 1 معلقة كبيرة كزبرة محمصة ومطحونة، 150 جرام سكر، 120 جرام صفار بيض. وبالنسبة للتزيين هيكون عندنا 100 جرام بندق مقشر ومحمص، و150 جرام كريمة مخفوقة. هنبتدي بمقادير القاعدة بتاعت التارت، هنحطهم كلهم مع بعض. وهنخلطهم. بعد كده هنوزعهم على قالب التارت ونحاول نطلع بالجناب علشان لما نحط الحشو يحافظ على الحشو جوه التارت. هنعمل كده زي ما احنا شايفين. ولما نتأكد ان احنا خلاص عملنا كل الجوانب نبتدي نوزع القهر. وبعدين ندخله الفرن علشان الزبدة اللي حطيناها هتخليه يمسك في بعضه. ودلوقتي ندخلوا الفرن. ودلوقتي نبتدي نعمل الحشو. هنحط اللبن والكريمة على النار، وهنسيبهم لحد ما يغلوا. وفي الوقت ده هناخد البيض والسكر وهنضربهم مع بعض. و
وحنضيف الكزبرة اللي حمصناها وضربناها مع اللبن والكريمة علشان نديهم النكهة بتاعت الكزبرة. والكزبرة والشوكولاتة الغامقة بيليقوا مع بعض قوي، هيدونا نكهة حلوة للتارت بتاعنا. نقلبهم علشان الطعم يختلط كويس. والكريمة دلوقتي غليت، هنحط نصها على خليط البيض والسكر. ونرجعهم تاني. واحنا بنعمل كريمة وغلاس فمش عايزينه يغلي، احنا يدوب عايزينه يوصل درجة 85. فأول ما يبتدي يدخل هنشيله من على النار، وعلى طول هنشيله من الحلة اللي احنا بنطبخه فيها، لان هي هتبقى سخنة وهتكمل انها تطبخه وهتعليه فوق 85، فالبيض هيتحول لسكرامبلد ايجز وهيبقى ريحته وطعمه مش حلو. اوكي كده خلاص هننزله هنا. ريحة الكزبرة حلوة كده. عندنا الكريم انجلاز اللي بالكزبرة، هنبتدي نحطه شوية شوية على الشوكولاتة. في الاول الشوكولاته هتمسك وهيبقى شكلها مش حلو قوي، بس زي ما احنا متعودين لما بنعمل جناش ده هو اللي بيحصل في الاول. وبعد كده لما بنزود اي سائل احنا بنحطه على الشوكولاته سواء كان كريم ساده او كريم انجلاز بتبتدي تلمع ويبقى شكلها حلو ويدينا الجناش الحلو اللي احنا بنستمتع بيه. نبتدي نقلب شوية شوية. نحط شوية كمان، واحنا مش لازم نستعمل كل الكريم انجلاز ده، نستعمل منه زي ما يدينا كناش مظبوط. اوكي كده الجناش بيلمع، طبعا هو لسه سخن قوي لكن كده شكله مظبوط.
ونبص على القاعدة بتاعت التارت في الفرن. اوكي، هي كده خلاص اتحمرت ومسكت في بعضها وبقى لونها ذهبي حلو. دلوقتي طبعا مفروض نستنى الاثنين لما يبردوا شوية، لما القاعدة تبرد شوية ولما الجناش كمان يبرد شوية، لكن هحطها على طول دلوقتي عشان نشوف بس شكلهم. هنحط ونسيبهم، طبعا المفروض نسيبهم يبردوا الاول وبعدين نحط الجناش بالشكل ده وندخلهم الثلاجة لحد ما يجمدوا خالص. ودلوقتي اجيب اللي جاهزه من قبل كده ونزوقها مع بعض. ده بيبقى شكلها لما بتطلع من الثلاجة. وعندنا بندق هنزوقها بيه. وعندنا كمان كريمة. اوكي، هنجيب الكريمة. ونبتدي نحط بندق على كل واحدة. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل تاني وصفة مع بعض. أهلا وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي بودينج الباتر سكوتش. ومقادير بودينج الباتر سكوتش هيكون عبارة عن 60 جرام زبدة، 1 كوب سكر بني داكن، نص معلقة صغيرة ملح، 4 معلقة كبيرة نشا، 2.5 كوب لبن، 2 بيضة، 1 معلقة صغيرة فانيليا. هنجيب حلة وهنحط الزبدة و نستنى لما تسيح. وبعد كده هنحط معاها السكر البني.
اوكي الزبده كده خلاص تقريبا ساحت، هنحط السكر البني وهنستنى لما السكر البني يدوب يبتدي يعني يترطب بالزبده، ونحس ان هو ابتدى هو كمان يدوب، بس مش هنستناه لما يدوب خالص، احنا عايزينه يترطب ونحس ان الخرزة بتاعته ما بقتش خرزة كبيرة كده، ابتدت شوية تدوب. اوكي هو دلوقتي في المرحلة دي، دلوقتي على طول هنحط النشا ونقلبه مع السكر والزبدة. هيعملوا خليط زي خليط البشاميل تقريبا، زي الرو كده، نتأكد ان كل النشا تقلب كويس مع السكر. وبعد كده هنبتدي نحط اللبن، نحط شوية شوية نقلب، هنلاقيه تخن على طول، وبعدين نقلب كمان، نحط الباقي ونقلب كمان. نتأكد ان مفيش حاجة لازقة في القعر خالص، اول ما نحس ان خلاص الخليط بتاعنا ناعم مفيش حاجة لازقة في القعر ومفيش حاجة مكلكعة، هنشيله من على النار. هنحط الفانيليا على البيض، ممكن نحط الملح فوق الخليط، ونجيب البيض ونضربه. ودايما قبل ما نحط البيض فوق حاجة سخنة كده لازم نعمله تامبرينج، نجيب الحاجة السخنة دي نحطها فوق البيض علشان ما يحصلوش زي ما بنقول شوك، فيتطبخ على طول أول ما يتحط في الحاجة السخنة، فإحنا بنعلي درجة حرارة البيض بالطريقة دي. فلما نحطه في حاجة سخنة يبقى هو كمان قريب قوي من درجة الحرارة دي، واختلط من غير ما يتطبخ ونقلب
كويس قوي. واحضر بو وبعدين ارجعه تاني على النار علشان اطبخه لحد درجة حرارة 85، لان ده فيه بيض وهو هيتخن شوية، يعني هيبقى تخين زي ما بنعمل كده الكريمة انجليزة واتخن شوية، لان ده كمان فيه نشا ما ننساش، فهيبقى اتخن من الكريمة انجليز. وبعد كده هحطه في البول ولما يهدى شوية هقدمه في كاسات. وبما انه في نشا فحتى لو غلى مني شوية مش هيجرى له حاجة. اوكي، هو كده خلاص، هحطه دلوقتي هنا. واول ما يهدى ممكن أقدمه في أي نوع أو مقاسات من الكاسات اللي أنا عايزاها، وأنا اخترت كاسات صغيرة أقدمه فيها، بس طبعا هو لسه سخن دلوقتي، وأنا محضرة كاسات مليناها من قبل كده أجيبها ونقدمه مع بعض. هزوقهم وكنت عاملة كراميل، وبس عملت بالمعلقة بالشكل ده، وهنطلع منه أي شكل نزوق بيه على الكاسات. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.